السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير. جمعة مباركة. انا ما كانش لي في الشلي الروايد قدكم يا العدوات، وما كانش لي في الشلي قواي بس وقع النفاق. اليوم كل شي تقولوا جمعة مباركة، اللهم اغفر لنا. غا عمي الفقيز جلبته وبلغته، او كان كاع المعصية تجمع فلانة دارت فلان دار، اللي مشقف اللي قدام الكوميسارية، اللي في الكانتينة، اللي مرض فم الحمام، اللي مجي السوق الغلب حتى اللي خلقكم ما يقدش عليكم. وين بتخد؟ قالت لك واحد السيدة، انا كريت لواحد السيدة كاري لها الراجل ديالي، ولكن ضل ترش ليا ودرك بغات تدير لي الراجل. وين بتخد؟ راها اليوم الاخت تدير لك الراجل، والاخ يدير لك المرأة ديالك. الاخ ديالي راه العجب عندي. ها بصح هاد الايام راني ديت تسريح، شتو هادوك كاع اللي كلاو السحر راه عطاوني تسريح باش غادي نهضر عليهم، اللي داويتهم في فرنسا وفي سميته، وهنايا في اسبانيا وفي سميته، راه عطاوني تسريح بدون اسماء بدون سميته، ولكن غادي نقول لكم باش تحضيو رسانكم. فهمتوا؟ لكن شي مرة تقولي نكري باش نعاون راسي و وليداتي وكل شيء، ونجمع تاني كل شي حاجه وندير شي حاجه، شي مره كتجيبي المشاكل راسك. فهمتي؟ انت نويتيها زوينه ونيه، وزعما باش دير المستقبل وكل شيء، كل شيء الناس كتفكر زعما باش دير دار وتكريها وكتبيتها. سيرتو هنايا اللي كيشري الديور بحالي انا ونكريو زوينين، يخدموا عليه طول حياته. فهمتي؟ يخدموا عليه طول حياته، لما تخدم ما تخدمش المشروع هنايا. انا كيقتلوني المغاربه او الجزائريين، كي يجمعوا الفلوس من لهنايا ويمشيو يديروا المشروع في بلادهم، وهما ما ساكنينش تما، وبالتالي تمشي له الدار ويمشي له المشروع، وما يدخل لا فلوس لا شي حاجه، خلاص في الدار. لكن الا درتو قدامك هنايا زيد تطلع، ما تبقاش قاعد تخدم، ما تبقاش قاعد تخدم مع دوك الفلوس. ثاني كنت دير تجاره فورغونيتا، تشري بيات وتشري سميتها، وراك كاري الديور. الديور اليوم هنا يخدموا عليك طول حياتك. فهمت؟ باش تقول ما يخرج ليش الكاري، ولا الكاري يخرج لك هنا هنا في اوروبا. خاصك من تكري لهذاك من الدار كيما دير بحالي انايا، كيعلموني نسابي، لان نسابي يخدمو في القودات وهادو فلان كتمتا. مول اللي غادي يكري عليك، انا كنكري في الطلبة. كي كتكري تيجي هذاك السيد يكري لك، خاصه يجيب باه او الأم او لاختو تكون عندها دار ولا محل ولا شي حاجة، باش هو اللي يسني لك. باش خاطر هذاك السيد الا ما خلصكش ولا كتمتا، هاديك الدار تسيزيها له. لان انا وصلت مع ناس محاكي، مغاربة، لاتينوت، جزائريين، اسبانيوليين، من نيجيريا، من كسميته، وصلت معاهم للمحاكم ومبغاوش يخرجوا لي، وكسميته اليوم كيخرجوا لي وخرجته بالقانون. اليوم نسابي اللي وراوني هذا القانون، إذا ما كانش واحد عنده الدار أو الله عنده شي ملك في يده ما نكريلوش. فهمت؟ وكنكري هاد اليوم الطلبة، كيجي من كل الدول، ونشهرت مع الطلبة. فهمت؟ كاين اللي خلص لي العام كامل، سيرتو دول الخليج كيخلص العام كامل. كاين اللي يجيو من المغرب تاني، كاين يجيو يقرا كيخلصوا العام كامل، يعني قرا هاد العام خلصوا، والعام الماجي من غادي يرجع يمشي لبلادو تاني كي راه مخلصو. فهمتو؟ المهم شي مرة كتقولي أنا غادي نعاون راسي وكيسمتو، ولكن تلقاي مشاكل. قالتلك راه كدير لي السحر المرشوش، وديما العتبة مرشوش. العتبة ملي تكون مرشوشة ديما ترطبي الفيجر، غير الفيجر غادي نسهل عليك. إلا عندك الفيجر والفاسوخ المعجون والنعاس السائل، هادو زيد عليهم الكبريت، هادو ديما ترطبيهم وترشي في الدار، أو لا ترطبيهم وديرو في قرعة في حدك اللي تفتفش، وتبقاي ترشي قدام العتبة قبل ما تنعسي وفي الصباح، وقبل ما تخرجي انت ولادك رشي. فهمتي؟ باش ملي تخطاو ولادك راه تفسخ هداك الشي. فهمتي؟ والكبريت ديما طحنوه ورشوه قدام العتبة، لا في المحلات ولا في الديور ولا كيسميتها، لأن كيشد 15 يوم، كي تكمل 15 يوم شطبيه وطحني تلقين واحد آخر. حتى الا جبتي انت شي ليعه ولا شي سحور من الزنقه تخطيتي وتفوتي فوق داك الكبريت في الدار ديالك، كيتفسخ. اللي دارته العفريته كتحلو الكبريت. هادي راه ما كانش ولد المراه اللي عارف لها، لان كنخدم بها. فهمتي؟ لان كاين دارتها في القبور. لكن باش تهني الراجل ديالك، لان كتجري لك على الراجل ديالك، خاصك ديري لها التباريت. فهمتي؟ لكن شحال من ناس هضروا على هذيك الشيخه تسنمي ايمان، ولا اشحال واحد هضر عليها وقال لك كلات السحر وكزمته، ولكن ما عرفوا لها لا اطباء لا حتى شي حاجه. لكن انا غادي نقول لكم السحر اللي كلاته ما يفهم له لا طبيب اوروبي ولا طبيب كزمته ولا طبيب عربي، لكن غادي نقول لكم السحر.
كاينه وحده تاني كان يقول ليها نبيله، ولكن شتها كتكذب، راه شعرها محسن وكلش، كتقول له عندي السحر الاسود. لكن انا غادي نقول لك الحقيقه نتاع كسميتها، نتاع السحر اللي كلاتها هذيك، فهمتي؟ لا هذيك ولا هذيك. وغادي نهضر لكم على الناس اللي داويتو هنايا وداو له الفلوس في المغرب ولا في الجزائر. نايل كاين اللي تخسر 500000 تقول لهم مشات، كاين اللي مشات ل 12 مليون، مشات ل 20 مليون، مشات ل 25 مليون، ما داروا له والو، زادوا عاد صمكم، فهمتوا؟ ولكن انا داويتها حاجه واحده، فهمتوا؟ لكن حنا درك مع السيده مسكينه اللي قالت لك درك راها كترش لي وكاريين لها وغتدي لي تاني كنحت الراس، غادي تشدي الصوره ديالك والصوره ديال الراجل ديالك، فهمتي؟ اولا غادي تشدي الصوره ديالك والصوره ديال الراجل ديالك، فهمتي؟ غادي ترشي ديريها بالميعه السائله لراجلك، ولا ما بغيتش ندير لك القطران لراجلك ولا لكسميتها، غادي ديري الميعه السائله ديريها، غادي تجيبي الساكته والمسكوته وتطحنيها، فهمتي؟ الساكته والمسكوته وتطحنيها، غادي ترشيها على هذيك الصوره، ترشيها على الصوره ديالها هي، فهمتي؟ غادي تجيبي الرعب، الرعب ترشيه عندك، يبيعوا لك الملح، راه الرعب يشبه للزعزع ولكن ما يشبهلهش بزاف، راكم شفتو عندي يعني درك تاني نوريه لكم، لان بزاف دوك البراج اللي كينقلوا الوصفات وكسميتها داخلين راه كل شيء قال بالله سفلا على عافانا. بعدا من تبغي ديرو شي وصفه قراو على العشبه، قراو على العشبه، قلبوا على العشبه، فعلا جوجل فيها بزاف ديال الاخطاء ديال الاعشاب، اللي كتبوا الاعشاب بكري وكتبوا الاسم ديال الاعشاب جاهلين، وكاين الاسماء غلط، يقول لك هاد العشبه كاين غلط في كتبت في الاعشاب كاتب الاسماء غلط، فهمتوا؟ وكاين اللي نقلوها غلط بحال السكران كيقولوا له الغالبه والسالبه، السكران هو البنج، هو سقسيو الاطباء، هو البنج اللي كيبنجونا كيكون في ديك القرعه كتبتها وكيديرو لنا هنايا يبنجونا، هو زوين فداتو دايرينه في الكمينه دايرينه في كلش. لكن باش السلك كسميتها غادي دير الصوره ديالك، الصوره ديالو والصوره ديال المراه هذه اللي باغيه تدي لك الراجل، غادي ديريها بالميعه السائله، غادي ترشي عليها الساكته والمسكوته مطرونه، وغادي ترشي عليها كسميتها الرعب، دبري عليه، إلا ما لقيتيش الرعب دير غير الساكته والمسكوته، غادي تلاقيها، غادي تشدي هذيك الكرافة هذي، هذي ديما ديرها باش ما طيحش الأعشاب، غادي تشدي نقولو حنايا هادو الصوار لقيناها بجوج، فهمتي؟ نديرو هادو الصوار بجوج. غادي تشديهم وتبقاي تدوري على كلشي، فهمتي؟ كلشي دوري عليهم باش ما طيحش الاعشاب، فهمتي؟ غادي تشدي ثوب اسود، غادي تشدي ثوب اسود وتلمديها، بصح في الصورة أولا غادي تكتبي كاع داكشي اللي في القلب ديالك، ماشي يقولك شي واحد، ولا اللي في القلب ديالك نتي حاسة بيه، باش يتفارق باش ما يضرش بيها، وكتبي كلشي تكتبيه نتي اللي في القلب، وتلمديهم في ثوب اسود، وديريهم في شفرة سوداء، وغادي تشديهم وديريه فين كاين التلج، ديري عليه بابي ألمنيوم، تغطيهم مزيان وديريه في التلج، فهمتي؟ تخليهم تلجين تما، عاود تاني كاين كي تقعد 3 شهور ولا خرجيها غير واحد شوية وعاود دخليها. قالتلك وحدة واش إبراهيم نتا ريت شي طلاقات؟ ريت طلاقات وراه عاد عندي في التلاجة، 100 طلاق اللي ريتها هنا في أوروبا هي ويجريو، ودو حتى المحامي. حتى المحامي، حتى المحامين بدلوه وريتو، فهمتو؟ ريت هداك الطلاق باش ميطلقش تباري، فهمتو؟ خاصك ضروري ديري هاد الوصف. لكن هي باش تباع هداك تاني كين نهائيا، تاني كين غادي تشدي الصورة ديالها، أنا عطيتها لكم في سبيل الله، اللي دارتها لشي حاجة وهذا نهار الجمعة بينها وبين الخلق، لأن السيدة سألتني قلت لها، غادي تشدي الصورة ديالها، فهمتي؟ غادي تشدي الصورة ديالها. غادي ديري كروا على الوجه ديالها، هاد الخاويات غادي تكتبي داكشي اللي في قلبك باش ما تضرش بالراجل ديالك، تكتبي سميتها وسميت الراجل باش ما تضرش ديالك، فهمتي؟ من غادي ديري الاكس هكا كي تكملي غادي ديري لها الخط من الراس حتى رجليها، هذا كلشي بالقطره، غادي تشدي الدفله وتكتبي فيها بالقطره داكشي اللي في القلب ديالك، تجيبي الحنظل ثاني كيما دابك الا كان خضر وتكتبي فيه، واخا الا ما كتبلكش بالقطران كتكتب بالقطران، ما كتبتش بالقطران الا ما كتبلكش بالقطران تكتبي في ستيلو الشيتا، فهمتي؟ ولكن الا تكتبي بالقطران داكشي اللي في القلب ديالك، فهمتي؟ فهمتي؟ اولا قبل ما ديري هذيك كسميتها الصوره غادي ترشي عليها الزعزع،
عندك الزعزعة يتحرق في الظهر، فهمتي؟ عندك الزعزعة يتحرق في الظهر. تنكي الملح الحية والملح العادي، بصح إذا كان عندك الزعزع الأسود، أنا عندي الزعزع الأسود إذا كان عندك ديري عليها، فهمتي؟ وديري على ديك الصورة، هذيك الصورة غادي تشديها وتضغطيها وديري لها بحال الكار، ديري لها بحال الكار، فهمتي؟ غادي تجيبي باكية نتاع الدخان، عامرة نتاع الدخان، تقلعي منها جوج ديال الكوار وتحشيها تما، وديري لها لصاق أسود وديريها في الثلاجة. سيفيني اللي دارت على الشر بينها كتمد معناها هو كنخدم بهم، واللي دارت على الشر بينها بعد عقل. بارك الله عليكم، وهذه هي الوصفه حبا.